أروع المناجاة. من أروع المناجاة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع القارئ إدريس أبكر. يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحبلك الشديد معتصمون. تواضعت الجبابرة لهيبتك وعنت الوجوه لخشيتك، انقاد كل شيء لعظمتك. نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون. إلهنا ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد وأنك الغني عن الشريك وأنك أنت الله الخالق البارئ المصور. الكل مخلوق بإرادتك حي بقدرتك ميت بمشيئتك. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح. تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب. يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين. أروع المناجاة.
المنجى. تسبح لك كل شجرة ولك تمجد كل مدرة ولك تسبح الطير في أوكارها والوحوش في قفارها والحيتان في بحارها. إلهنا إلهنا طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة. الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. إلهنا قد انشغلنا بك إلهنا قد انشغلنا بك قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أروع المناجاة لو أردت إهانتنا بالنار لم تهدنا ولو أردت فضيحتنا غدا لم تسترنا. فتمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. نطرق بابك نرجو نوالك بقلوب ملؤها الذل لك ووجوه ملؤها الحياء أكبر. إلهنا وغوثا من أليم عذابك وعقابك. اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا ودعاء واحدا. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن
اللهم اعتق رقابنا من النار. نعوذ بك اللهم من نار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اكتب لنا في هذه الليلة المباركة البراءة من جهنم، هذا مقام العائد بك من النار. اللهم أعذنا، استعذنا فأعذنا، ومن شرها أجرنا، ومن شرها أجرنا، واجعلنا أهلا لجنانك، أهلا لجنانك، أهلا لرضوانك، أهلا لنعمائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. من أروع المناجاة. اللهم إن من بين هذا الجمع المبارك رجالا ونساء من طال أمد بلائهم واشتدت لأواؤهم، ولا يشكون حالهم إلا إليك يا الله، يا الله، يا الله، يشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاص أثقلتنا وليس لنا غافر سواك. اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اغفر الغدرات، اغفر الغدرات، اغفر الغدرات. اللهم اغفر الذنوب التي بيننا وبينك، اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس، اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. إلهنا نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إلهنا تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك، إن طرحنا بين يديك، إن طرحنا بين يديك. اللهم يا حي يا قيوم أجرنا من فضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وحالت الأحوال، وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نستغفرك من كل سيئة ارتكبناها في وضح النهار، أو سواد الليل، في ملأ أو خلوة، في سر أو علانية، فلم نستحي منك، فلم نستحي منك، فلم نستحي منك. إلهنا يا من قلت وقولك الحق،
وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه يا من قلت وقولك الحق قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا من قلت وقولك الحق وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بك أنك تبعث من يموت إلهنا أتجمع بيننا وبينهم في نارك أتجمع بيننا وبينهم في نارك سبحانك أنت العدل سبحانك أنت العدل يا من قلت عن نفسك وما أنا بظلام للعبيد اللهم اصرف عنا عذابك اصرف عنا عذابك اصرف عنا انتقامك اصرف عنا سخطك إلهنا اللهم إنا ضعفاء ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فلا تهلكنا بعذابك لا تهلكنا بسخطك برحمتك يا أرحم الراحمين قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط الأرض سبحانك 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 لا ملجأ لا منجأ منك إلا إليك كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا فلم يفضحنا ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا
ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات، خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إلينا نظرة تجبرنا بها يا كريم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. من أروع المناجاة. ما أصغينا إلى حفيف شجر ولا ترى النوم طائر ولا خرير ماء إلا وجدناها شاهدة بوحدانيتك دالة على أن ليس كمثلك شيء وأنك غالب لا تغلب عدل لا تجود. كل فرح بغيرك زائل كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل. يا لطيفا لما يشاء ألطف بنا اللهم ألطف بنا يا رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إلهنا تعلم حاجتنا وفقرنا إليك، وإن كنا في نظر عبادك أغنياء وتعلم ضعفنا وهواننا لديك، وإن كنا في نظر عبادك أقوياء وتعلم تقصيرنا في طاعتك واللجوء إليك، وإن كنا في نظر عبادك أتقيا. لك عنت الوجوه ولقدرتك ذلت الصعاب، وعلى بابك أنيخت الركاب. إلهنا إليك نفزع ولقدرتك نخضع ومن عقابك نخشع وبفضلك نروى ونشبع وفي رياضك نرتع. من أروع المناجاة. سبحانك يا منتهى أمل الآمين. سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون. سبحان من أيد اليتيم بجبريل ودمر أبرهة بطير أبل. سبحان من استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا
وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل على حبيبنا محمد ما غفل عنه الغافلون، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نبينا محمد صفي. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا.